السلام عليكم، معكم عمر دريس مدينة المحمدية. أول حاجة خويا كنتواجهوا عندنا واحد المشكل ديال واحد العقار مكتوب بلا لاكارت ناسيونال، وكنتفاجئوا عدة شكايات وتوجه دابا حاليا درت شكاية في رئاسة النيابة العامة، ماشي شكاية ماشي وحدة ماشي جوج، كنتفاجئ كنلقاو عقد مكتوب بلا لاكارت ناسيونال. دابا هذا العقد هذا قال لك تاخر تحرير احضار المستندات، بغينا نجيو نعرفوا هذا اللي غيجيب لكم المستندات فين هو، شبعان موت في الروضه، بغينا نعرفوا هاد الناس مع من كملوا هاد البيع، واش كاين شي عقد يكون مكتوب بلا كارت ناسيونال؟ هاد الشيء راه ظلم، هذا راه ظلم. عده شكايات، ولم انا بغيت شي مسؤول اللي يثبت لي في هاد الشكايات ديالي، الا كان عندي الحق قول لي عندك، ما كانش عندي الحق نمشي في حالي. دونك هاد لا كارت ناسيونال ما بقاتش خدامه، علاش بالنسبه لي كارت ما قعدنا ما نديروا بهم، حيت العقود كيتكتبوا بلا لي كارت ما كيتبش فيهم القانون. انا دابا كنعرف يلاه ماشي بزاف اخويا، ماشي بزاف، كنشكر صوت العداله ماشي بزاف، يلاه جات دارت معي واحد التصوير قدام محكمه ابتدائيه بمدينه المحمديه، وكنتفاجئوا عده شكايات وعده صور وعده بزاف، ما عرفتش هاد الناس مالهم. بغينا نعرفوا واش كاين شي واحد مكالي على هادشي، ما فهمتش. انا ما عنديش ثقه في شي واحد، انا عندي ثقه في السيد وكيل العام، كنطلب من السيد وكيل العام يتدخل في هاد المشكل هذا، وكنطلب من السيد داكي يحاول يتدخل. واش عقد مكتوب عباد الله 1981 18 12، فاش تكتب هادشي؟ ودابا المشكل امتى تاخرت، امتى تحرر العقد؟ حتى 82 تحرر العقد، ملي تحرر العقد قال لك حقا تاخر تحرير احضار المستندات، هذا اللي غيجيبك الوراق، راه شبعان موت في الروضه، بغينا نعرفوا هاد الناس عمر كملوا هاد البيع هذا. ومنين كنتفاجئ دابا جميع المسطره كنديرها واي شكايه كنديرها في رئاسه النيابه العامه كتجي كتدخل الحفظ، بغينا نعرفوا علاش كتدخل الحفظ، هادشي اللي كنعرف، بغينا نعرفوا علاش الاسباب، علاش؟ واش هاد العدول فوق من القانون؟ الا كان هاد العدول فوق من القانون نشوف حالنا، صافي بقى عندنا حق في هاد البلاد هادي، عدول داير ما بغى، الا عنده شي واحد ولا عنده شي وحده مكالي عليه شغلو هذاك. انا ما كنعرف حتى واحد، كنعرف الله وسيدنا الله يخليه لينا، الله يطول لنا عمره. هاد الناس هادو راه عده شكايات، وحتى شي مسؤول ما بغى يثبت لينا شي شكايه، انا ما عرفتش علاش. انا توجهت لرئاسه النيابه العامه استقبلوني فيها، قال لي عندك تزوير، قال لي عندك تزوير خاصك المذكره تجيب تجبد، والمذكره تجي ما بغاوش يجبدوها، علاش؟ علاش ما بغاوش يجبدوا المذكره؟ علاش؟ هاد العدول اش غيكون في ملك الله؟ في المحمديه كيتوجد جنب المحكمه في المحمديه، المحمديه كيقول لك اودي عده شكايات، قال لك اودي يعطينا السيد وكيل العام التعليمات يحضرها، وما كايناش مذكره شي، ما كايناش، كاين التزوير، والتزوير كاين ما كيعاقبش عليه القانون، القانون ما كيعاقبش على التزوير، انا كنقولها. انا دابا حاليا دابا انا دابا جيت دابا من المحكمه ديال المحمديه، قال لك اودي سير الملف ديالك راه المحمديه، دابا جيت اربع المرات وانا كنجي دابا انا للسينا في اربع المرات، كنتفاجئ دابا كيقول لك الدوسي ديالك دخل الحفظ، كتجي شي شكايه اخرى دخلت للحفظ، كندير ملف دخل الحفظ، بغينا نعرفوا واش ما فهمتش انا، واش انا مقسم لي الله الحفظ بوحدو، راه بزاف درك الحبس على قبل الملف هذا. شوف هذيك الساد كاع كيقول لك الا كان غيكون تقادم انا كنت خاسر، انا كنت عندي يلا دي 6 سنين و9 سنين غنجي ندير شكايه، تقادم راه ما فيش، ما كاينش تقادم، هذا الزوير بعد المسؤولين في رئاسه النيابه العامه كيقول لك كاين الزوير ما كاينش تقادم، المحمديه كيقول لك كاين الزوير عندك ما عندكش تقادم، وما عرفتش علاش كيجينا الملف ديالي كيدخل للحفظ، ما عرفتش علاش. الرقم ديال الملف اخويا ها هو الرقم ديال الملف قدامكم، ها هو رقم ديال الملف، ها هو النسبه الرقم ديال الملف ديالي هو هذا، وعقد مكتوب بلا لاكارت ناسيونال، ها لاكارت ناسيونال دايرين لي الرقم 201 من جاب والله اعلم، قال لك تاخر تحرير احضار المستندات، هذا ما كتدخلش للدماغ، هذاك اللي يجيبك الوراق راه شبعان موت في الروضه، بغينا نعرفوا مع من كملوا، الا ما هذا ماشي الزوير، هذا ما كيعاقبش عليه القانون، وعلى حسب اللي بغى يدير شي حاجه يديرها. المطالب ديالي كنطلب من السيد وكيل العام، كنطلب من السيد وكيل العام يتدخل لي في هذا المشكل، راه ديجا استقبلني السيد وكيل العام وقال لي محلوا مع هذا المشكل هذا، والمشكله ما تحلش السيد وكيل العام، الله يجزيك بخير، كنطلب منك تعاود تفتح تحقيق، هاد العدول هذا راه فوق من القانون، وكنطلب من السيد داكي، راه عده شكايات ديالي كيجيو من رئاسه النيابه العامه، كيجيو هنا اما يدخلوا للحفظ، هنا يلاه دخلت وحده ثانيه للحفظ مؤخرا، ما عرفتش علاش كيخلوا الملفات ديالي انا للحفظ، علاش؟ واش انا ماشي مواطن؟ باش انا مواطن بالحبس يعطوني الحبس على قبل حقي، كنطلب الحق ديالي، وما بغيتش يعطوني شي حاجه من عندهم، تطبيق القانون، اذا كان القانون طبقوا معنا القانون، وكنعاود نطلب من رئيس السيد وكيل العام الله يجزيك بخير،
انا كنطلب السيد وكيل الاموال يدخلني في الملف ديالي. والله يخلينا سيدنا، الله يطول لنا عمره، وشكرا.